هل هذا الرفض يعني أن هناك أمل لحل الأزمة بين الدولتين ومن ثم التوصل إلى حل في أوكرانيا؟ بالتأكيد كل دول العالم وكل الحروب في التاريخ انتهت بالمفاوضات، ووجود تواصل ما بين الدول حتى المتحاربة نفسها في غاية الأهمية. في أشد الأزمات التي مرت بها العلاقة الأمريكية مع روسيا، تحديدا الأزمة الكوبية عندما قامت روسيا بإرسال الصواريخ التي تحمل رؤوس نووية إلى كوبا بالقرب من ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي أنقذ هذا ما يسمى بالخط الساخن ما بين واشنطن وموسكو، وهو قدرة الرئيس الأمريكي أن يتصل بالزعيم السوفيتي. لذلك يعني وصف روسيا بدولة إرهابية أو تصنيفها كدولة إرهابية، هذا سوف يقطع العلاقات بشكل كامل. كان يعود السفيران، السفير الأمريكي في موسكو يعود إلى بلاده، وأيضا السفير الروسي في واشنطن يعود إلى بلاده، وتنتهي الاتصالات، وهذا أخطر ما يكون. أنا في تقدير قد تندلع الحرب بين دولتين، لكن الأخطر من الحرب هو انقطاع هذه الاتصالات، لأن مهمة هذه الاتصالات قبل الحرب هو تجنب الحسابات الخاطئة وتجنب الوصول إلى مرحلة الحرب. لكن أيضا إذا اندلعت الحرب، هذه الخطوط الساخنة والممتدة والمتصلة مهمة جدا، سواء في إيقاف الحرب أو عدم توسع الحرب أو عدم دخول أطراف أخرى للحرب. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية كانت حكيمة في مثل هذا الأمر. هناك أمور تتعلق حتى بالاقتصاد والتجارة. حتى الآن غالبية المفاعلات النووية الأمريكية السلمية تعمل باليورانيوم الروسي، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستورد اليورانيوم المهم جدا للطاقة والكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا. إذا صنفت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا كدولة إرهابية، من أين سوف تشتري هذا اليورانيوم المهم والذي لا يوجد نظير له إلا في روسيا؟ نفس الأمر بالنسبة لشركاء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نعم، الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون تجارتها الآن مع روسيا قليلة، لكن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سواء في أوروبا أو في آسيا لديهم خطوط وتجارة بينية وتواصل مع روسيا. تصنيف روسيا كدولة إرهابية يقطع العلاقة بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وربما حلفائها لن يقبلوا بهذا الأمر. وبالتالي أنا في تقديري اتخاذ مثل هذا القرار بيحفظ للولايات المتحدة الأمريكية مصالحها، بيحفظ لحلفائها مصالحها، بيقي على خطوط التواصل مع موسكو لحل الأزمة الأوكرانية وأي أزمة أخرى. أيضا أنا في تقديري ما زالت الحرب حتى الآن بين روسيا وأوكرانيا هي حرب في العلم العسكري، هي حرب محدودة، ما زالت هي في منطقة دونباس أو في شرق وجنوب شرق أوكرانيا فقط، لم تتوسع إلى دول أخرى سواء في حلف الناتو أو في شرق أوروبا. وبالتالي اتخاذ خطوة استفزازية كوصف إرهابية، ربما هذا قد يستفز روسيا وجعلها ترد أو توسع الحرب في مناطق أخرى. كل هذه الأمور أنا في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية في غنى عنها، لذلك قررت ودون تفكير عندما قال الرئيس الأمريكي لا، أنه لا ينوي ولا يفكر في وصف روسيا كدولة إرهابية. نشكر الدكتور أيمن سمير خبير علاقات الدولية، شكرا جزيلا.